أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه إحسان يوم الدين. موضوعنا اليوم هو الموت. نسأل الله الثبات على الحق والثبات عند خروج الروح. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: تذكروا هادمة للذات. قالوا: وما هادمة للذات؟ قال عليه الصلاة والسلام: الموت. نعم، الموت. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الإنسان لا مفر له من الموت. الموت مخلوق عجيب خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله مصير لكل ذي حياة، لكل ذي حياة جعل مصيره إلى الموت. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو الموت. الموت حقيقة دمر الجبابرة، والموت حطم الطغاة وأرغم المتكبرين، أرغمهم للخضوع إلى هذا المخلوق العجيب، وخرب القصور وفرق الجماعات. الموت حيث ما نزل لا يرحل إلا إذا أخذ معه الشخص الذي جاء أجله. الموت له موعد مع كل إنسان أو كما قلت مع كل ذي حياة، لكن كلام عن الإنسان الآن لأننا نحن من بني الإنسان. كل إنسان له موعد مع هذا المخلوق العجيب. نعم، لا أحد يستطيع أن يغير هذا الموعود أو هذا الموعد، عفوا، هذا الموعد المبرم مع الموت. لا يستطيع أحد من مخلوقات الله أن يغيره، لا زمانا، لا يستطيع أن يغيره زمانا، ولا يستطيع أن يغيره مكانا، ولا يستطيع أن يغيره حالة. إذن الزمان محدد من عند الله، والمكان محدد من عند الله، والحالة محددة من عند الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أن الزمان الذي يأتي فيه الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا من ناحية الزمن، إذن محدود معلوم عند الله سبحانه وتعالى ومجهول عندنا. ثم المكان، المكان الذي يموت فيه الإنسان ويتوفى فيه الإنسان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن اختار من ملائكته. لا تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري نفس بأي أرض تموت. فالله هو سبحانه وتعالى الذي حدد مكان الموت. فقد يعيش الإنسان سنين عددا في مكان ما ويهيئ مقبرته ويهيئ أموره ليدفن في مكان ما، وإذا به يموت في مكان بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الكيلومترات أبعد منا حيث عاش أو في حيث هيئ وأوجد مقبرته. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقد لا يدفن نهائيا. إني أعرفهم ماتوا في البحار رحمة الله عليهم لم يجدوا لهم أثر، فصلي عليهم صلاة الغائب وذهبت أجسادهم حيث أراد الله سبحانه وتعالى.
أراد الله سبحانه وتعالى، حيث أراد الله سبحانه وتعالى ذهبت أجسادهم وأجسامهم ولم نعلم لهم عليهم شيئا. إذن هذا الناس ربما قد هيئوا الأمور وكانوا من الذين يؤدون التأمين للبنك لنقل الجثث، لأن بحكم عيشنا في أوروبا لا هناك تأمين لنقل الأموات لنقل الجثث إلى بلاد الإسلام، فالرجل أدى سنين عددا ثمنا معينا كل شهر أو كل سنة لتنقل جثته إلى بلاد الإسلام، وفي آخر الأمر توفي في وسط البحار فلم يوجد جسمه نهائيا رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين. هنا لا يعني أنك لا تؤدي تأمين الموت، لا هذا بحث ثاني ليس موضوع الكلام، ولكن موضوع الكلام وهو أن لا تدري نفس بأي أرض تموت. ثم الحالة التي يموت بها الإنسان، الحالة التي يموت بها الإنسان كذلك محددة من الله سبحانه وتعالى، محددة من الله تبارك هو الذي يعني يحدد الحالة التي يموت بها الإنسان بالمرض أو بحادثة سير أو بحالة معينة، فالله هو الذي يحدد تلك الحالة، كذلك لا يمكن لأحد أن يغيرها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا طبيب اختصاصي ولا إنسان يداوي، لا يعني لا يداوي، ولكن لا نقول بأن فلان قتله الطبيب لأن لا مات رحمه الله وأمره إلى الله سبحانه، رغم أن الطبيب إذا وقع به خطأ يحاسب، الطبيب يحاسب، لكن الموت كان من عند الله سبحانه وتعالى. إذن مثلا السكوت عن الحق لا يغير زمن الموت ولا يغير حالة الموت، يعني تقول أن إذا قال الحق الإنسان إذا قال الحق سيقتل، معناه سيغير موعد الأجل، لا والله لا يغير السكوت عن الحق، لا يغير سكوتك عن الحق، لا يطيل عمرك، لا يطيل عمرك سكوت عن الحق، لا يطيل عمرك، وقول الحق كلمة الحق لا تنقص من عمرك ومن أجلك نهائيا. هذا أمر من العقيدة، هذا أمر من العقيدة، فهذا هو الموت، لأن الذي أبرم هذا الموعد زمانا ومكانا وحالة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أبرم الموعد وهو الذي حدده سبحانه جل وعلا، إذن لا يمكن لأحد أن يغيره لا زمانا ولا مكانا ولا حالة، ليس لأحد، الله تبارك وتعالى سبحانه جل وعلا هو الأمر والناهي. وقال الله سبحانه إذا جاء أجلهم لا يستحيون ساعة ولا يستقدمون، وفي آية أخرى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وخير ما يقوم به الإنسان، خير ما يقوم به الإنسان تهيئة أو استعدادا لملاقاة هذا الموت، قد يحارب المرض، قد يحارب المرض وقد يعالج المرض. سأحكي لكم قصة، لكن الموت لا يعالج، سأحكي لكم قصة وقعت للعبد الضعيف مع صديق لي وأخي في الدين في الله. مرض هذا الأخ وهذا الصديق، مرض رحمة الله عليه مرضا شديدا وكان في غيبوبة لعدة أيام، أكثر من 20 يوما وهو في غيبوبة، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يستيقظ من غيبوبته ويبعث حيا، فعاش سنين، نسيت العدد السنين، عدد السنين من ما، لكن ما من يوم ما استيقظ إلى آخر ما مات أكثر من 4 سنوات، ثم أغمي عنه في يوم آخر، أغمي عنه لأيام معدودة تقريبا أسبوع، لكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع الدواء استيقظ الرجل وخرج من المستشفى كما فعل في أوله، وعاش لسنين أخرى،
وعشان سنين أخرى رحمة الله عليه. ثم مرض مرضة أخرى فدخل المسجد، دخل المستشفى. ذهبت لزيارته وإذا بي الطبيب عند رأسه، فسألني ما علاقتك بالرجل؟ فقلت إنه صديق لي وإني أحبه كثيرا. قال لي لا تنتظر، لا، قلت له متى سيخرج؟ قال لا تنتظر خروجه ولا حيا، ولكن انتظر خروجه ميتا. فاستغربت من هذا القول وقلت له بأن هذا الرجل وقع في غيبوبة لمدة كذا ثم لمدة وخرج من المستشفى وهو معافى، وكيف تقول هذا الكلام وهو الآن في يومين، يعني اليوم الأول والثاني، فهو يومين في غيبوبة وتقول لي هذا الكلام؟ فقال الطبيب أن ما حدث في الماضي كان مرضا، والأطباء يعالجون الأمراض، الأطباء يعالجون الأمراض، أما ما يحدث اليوم فهو الموت وليس المرض. فاستغربت كيف يقول هذا؟ قال بأن المرض عندما يكون الإنسان مريضا وفيه قابلية الشفاء، أن جسم الإنسان يستقبل الأدوية ويتقبلها ويأخذ ما يحتاجه لمكافحة ذلك المرض، لكن إذا كان الأجل والموت قد اقترب يرفض الجسم، يرفض كل الأدوية، وصاحبك هو الآن في الحالة الثانية وليس في الحالة الأولى، فإن جسمه يرفض كل الأدوية. فاستغربت لهذا المقال وقلت صدق الله العظيم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فقال لي بأن الذي جعله حيا الآن هو هذه الآلات التي جعلته يتنفس ويعيش هذه اللحظات الأخرى الأخيرة. وحقيقة خرجت من عنده بعشرين دقيقة وإذا بالهاتف يرن أن صاحبك قد توفي رحمة الله عليه رحمة واسعة، ورحم الله أموات المسلمين جميعا. إذن على الإنسان أن ليس له أن إلا حالة واحدة استعدادا، فقد يستعد أو يجابه الأمراض ويحارب الأمراض، لكن لا يستطيع أن يحارب الموت إلا بحالة واحدة، وهو أن يهيئ نفسه بالأعمال الصالحة والإخلاص لله سبحانه والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته في الدنيا والآخرة. هذه هي الحالة الوحيدة التي يجب على المسلم أن يتسلح بها مجابهة للموت، مجابهة للموت، لا يتهرب من الموت، بل الرسول قال تذكروا هذه المدينة. فالنفس إذا طغت فأخضعها بالموت، والهوى إذا هوى فأرجعه بالموت، والقلب إذا طغى فذكره بالموت ولينه بالموت واطمئنه بذكر الله وذكر الموت. فالموت هو أكبر واعظ وأكبر مهيئ، هو الأعمال الصالحة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقبول الأعمال وبجعل الأعمال لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عن الحق، وأن يهون عنا سكرة الموت، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، يتقبل منا أعمالنا، ربنا تقبل منا أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وأحشرنا مع الأبرار. نسأل الله أن يحيينا مؤمنين ويمتنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.